عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير. مرحبا بكم في الفيديو الثاني ديال لي سولد في لا بوتيك كازازاز. لاول مره غادي تشوفوا لا فيديو، ما تنساوش الاشتراك على القناه باش يوصلكم اي جديد. ديجا كاينه اون فيديو فيها بارت 1 على لي سولد، ودابا غادي نديروا ان شاء الله فيديو اخر فيها البارت 2 نكملوا فيها لي سولد اللي بقاو. كملوا معايا الفيديو حتى الاخير، كاينين دي زارتيكل زوينين ودي سولد ديال الهبال. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد لاغوب، هادي تريكو فيها دو كولور كيف ما كتشوفوا، فيها لو نوار والمارون. بالنسبه للاتاي ستاندار كتلبس الاس الام حتى الال فوالا. وبالنسبه للثمن ديالها كانت ب 300 درهم ودابا غير ب 199 درهم. شوفوا التيسيو ديالها سخيخن ديال هذا الجو، هذا كتجي زوينه طويله انيقه وفي نفس الوقت مستوره. وندوزو دابا نشوفوا الموديل الثاني، وندوزو لهذا الموديل هذا اللي هو هاد لافيست هادي. للتذكير فقط البنات باللي الحوايج ديالنا كاملين اللي في لابوتيك كيجيو من تركيا، حوايج تركيه من عالم من ماركات عالميه تركيه. هاد الموديل هذا جا في 3 كولور، جا في هاد الغوز الكامل والكري. هادو هما الديتاي اللي فيه، شوفوا لكم ديالو على هاد الشكل كيجي. الثوب ديالو سخيخن. بالنسبه للتاي اس ام ال و اكس ال. بالنسبه للثمن ديالو 299 درهم في عوض 350 درهم. دابا ندوزو نشوفو الموديل الاخر. كاين هذا الموديل هذا سخون ديال هذا الوقت حتى هو، بول روب كيجي على شكل روب. قرب لكم باش تشوفو الثوب ديالو سخيخن. كاين في هاد دو كولور المارون و نوار. فوالا الطول ديالو حتى لاش طويل مستور كيجي زوين في اللبسه. باللي طاي الاس والام. وبالنسبه للثمن ديالو 179 درهم عوض 270 درهم. ندوزو نشوفو موديل اخر. دول هاد الموديل هذا جوب اون كوير. نقرب لكم باش تشوفو الكوير ديالها، زوينه بزاف على الطلب بزاف سخيخنه. الوغ جات فهاد لي دو كولور، جات في النوار والمارو. بالنسبه لي طاي 38 فيهم بجوج. الثمن ديالها كتبقى غير ب 229 درهم في عوض 320 درهم. نجيو لهاد الموديل هذا، هاد التريكو اللي سخيخن طويل مستور وفي نفس الوقت انيق وزوين بزاف. اللوينات ديالو شحال زوينين، نوريكم هذا هو الديتاي اللي فيه. فيه هاد البوش هنايا، ها لاكوب ديالو. تبان لي طاي ام ال اكس ال دوبل اكس ال حتى التريبل اكس ال. وبالنسبه للثمن ديالو غير 229 درهم في عوض 270 درهم. ندوزو نشوفو موديل اخر، وندوزو لهذا الموديل هذا. هاد لو بول غزال، شوفوا الديتاي اللي فيه. في هاد لا كولور هادي فيولي، الديتاي اللي فيه كيفاش جا. تا هو الثوب ديالو سخيخن. بالنسبه لي طاي اس الام والال، الثمن ديالو غير 199 درهم في عوض 250 درهم. كيجي في اللبسه زوين بزاف. ندوزو نشوفو موديل اخر. كاينه هاد لاغوب هادي، كان على الطلب بزاف، لا مارك زوينه بزاف تركيه. الديتاي اللي فيها لا سانتور، فيها لا سانتور على هاد الشكل، و حتى لي مونش فيهم هنا الديتاي اللي كاين في لا سانتور. فوالا كاين عيف نوار. بالنسبه لطاي اس ام، والثمن ديالها غير 299 درهم في عوض 720 درهم. كتجي انيقه في اللبسه. ندوزو نشوفو موديل اخر. وكاينه هاد لاغوب هادي طويله، فيها الدوبلور بلا سانتور ديالها، فيها هاد لي 3 كولور نوار الفير او البلو. بالنسبه لطاي نوار فيها 50 و 54، الفير فيها 52، والبلو 50 و 52. وبالنسبه للثمن ديالها 299 درهم في عوض 320 درهم. نقرب لكم باش تشوفوا الديتاي ديالها. فوالا دوزو نشوفوا موديل اخر. هنا هاد لا جوب هادي الكاشمير،
قريب لكم تشوفوا التيسو ديالها كيفاش داير. سخيخنا كاينه في هاد لي 4 كولور، في البلو في الفير المارون فونسي والبريك. الوغ بالنسبه لي تاي، البلو فيه 40 و 38، البريك فيه 36 و 38، المارون فيه 36 38 40 و 44، وبالنسبه للفير فيه 36 38 و 40، والثمن ديالهم كيبقاو غير 79 درهم. دوزو نشوفو موديل اخر. الموديل هذا اللي كاين 4 كولور، كاين في البلو البريك المارون والفير. الوغ هذا الموديل هذا بالكشمير سخيخين، الديتاي اللي فيه هو انه بلا سانتور، تقدروا تلبسوه بسانتور كيف ما في البلو ولا بلا لا سانتور كيف ما في المارون. بالنسبه لي تاي المارون بقى فيه 36 38 40 و 44، والبلو 36 38 و 40. ندوزو نشوفو لي كولور الاخرين بجوج اللي بقاو كيفاش كيجي. فوالا هادو لي دو كولور ديال الاخرين، البريك والفير. قرب لكم باش تشوفوا اكثر. و لي تاي لي بقاو فيهم بجوج 36 و 38، قالهم كيبقاو غير ب 179 درهم. كاينه هاد لا شوميز هادي، هذا هو التيسو ديالها، الديتاي اللي فيها كاينه في هاد لا كولور هذا، كاينه في 38 40 و 42. قرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها. وبالنسبه للثمن ديالها كتبقى غير ب 149 درهم في عوض 290 درهم. تشوفوا موديل اخر، هذا الموديل هذا الغزال، هاد لا شوميز هادي اللي فيها اربعه ديال اللوينات في هاد لي دو كولور ودو كولور اخرين هما غنوريهم لكم. كتجي على هاد الشكل هذا، هو الديتاي اللي فيها هو هذا، فيها لوينات غزالين كيحمقوا. بالنسبه لا تاي 36، ندوز نوريكم لي كولور الاخرين. هادو هما جوج لوينات الاخرين اللي بقاو فيها، لوينات زوينين حتى ما بقاو في 36. بالنسبه للثمن ديالها كتبقى غير ب 140 درهم في عوض 280 درهم. ندوزو نشوفو موديل اخر، وهذا هو الموديل الاخر ديال لي شوميز على هذا الشكل هذا، من القدام كتجي بحال ما هكذا، واللور طويل فيها هاد لي كولور هادو، مازال فيها دوطخ كولور اخرين، فيها هاد الغوز وهاد الفيولي هذا، هادو فيهم 36 36. ندوزو نشوفو الالوان الاخرين، لي كولور اخرين اللي بقاو، البلو سيال فيه 36، هاد بلو نوي فيه 38، وهاد لو غري هذا 52. الثمن ديالهم كيبقاو غير 119 درهم في عوض 270 درهم. ندوزو نشوفو شي موديل اخر، هاد لا شوميز هادي فيها هاد السنيسلة على هاد الشكل، فيها هاد ثلاثة ديال لي كولور وفيها جوج الألوان الآخرين، أنا نوريهم ليكم. بالنسبة لهاد الكامل هذا بقى فيه الإس، وهذا حتى هو بهاد لي موتيف حتى هو الإس، والنوار في الإل. دوزو نشوفو لي كولور ديالهم الآخرين، هنا في هاد لي دو كولور هادو غزالين، هاد لي كولور كيحمقو حتى هما. الوغ هادي حتى هي كاينه في تاي اس، وهاد لا كولور حتى هو تاي اس. وبالنسبه للثمن ديالهم غير 149 درهم في عوض 280 درهم. دوزو نشوفو موديل اخر، لا شوميز هادي تاي 40، كاينه في هاد لو غري هذا، وهذا الديتاي اللي فيها، وكاين حتى في لي مونش نفس الديتاي. فوالا بالنسبه للثمن غير ب 149 درهم في عوض 280 درهم. هاد لا شوميز نوار طويله زوينه، شوفوا كيفاش كتجي سامبل تري شيك كلاس. الوغ هادي لا طاي اللي فيها 38، وبالنسبه للثمن غير 149 درهم في عوض 450 درهم. هاد الموديل هذا طاي 44، وبالنسبه للداخل هذا راه لاصقه فيه منو، فيه في غير هاد لا كولور هادي، والثمن ديالها غير 249 درهم في عوض 390 درهم. دوزو نشوفو موديل اخر، هاد لو بونطالون هذا كلاس تاي ام، قرب باش تشوفو الديتاي اللي فيه. بالنسبه للناس اللي غيتسائلوا على المتجر ديالنا في جا، كاين في كازابلانكا في الاناره،
او لا عين شوق شارع الداخله بيان سور غنخلي لكم تحت في صندوق الوصف لادريس كامله والنيميرو التليفون الا بغيتو دوزو لا كوموند ديالكم وبالنسبه للناس اللي خارج كازا حتى هما عندهم التوصيل بيان سور حتى لباب الدار وبالنسبه لداخل كازا حتى هما كاين التوصيل مع امكانيه لي سياج كيبقى الثمن ديالو غير ب 179 درهم في عوض 250 درهم نشوفوا موديل اخر هاد لا جوب هادي دغوات كاينه هاد لا كولور هادي لا طاي ديالها 36 فوالا لا كولور باج بالنسبه للثمن ديالها غير 99 درهم في عوض 160 درهم شوفوا موديل اخر هاد لو بونطالون هذا فيه لا سانتور على هاد الشكل و بات بحال هكا من تحت هادي هي لا كوب ديالو بالنسبه لا تاي ام والثمن غير 249 درهم في عوض 350 درهم هذا هو لا كولور اللي فيه هاد كامل دوزو نشوفوا موديل اخر وفي البونطالون نوت البونطالون هذا هاد الموطارد فيه لا سانتور على شكل نو كيجي على هاد الشكل فهاد اللون نيت لا طاي ديالو اس قرب لكم باش تشوفوا اكثر الثمن ديالو 224 درهم في عوض 280 درهم نشوفوا موديل اخر كاين هاد لو بونطالون هذا لا سانتور ديالو كتجي على هاد الشكل فيه طاي 38 و 40 فيه غير هاد لا كولور هادي وبالنسبه للثمن ديالو كيبقى ب 110 درهم في عوض 280 درهم هذا الموديل هذا ديال هذا البونطالون لا كوب ديالو كتجي على هذا الشكل وفيه هاد لا سانتور هادي هنايا وفيه هاد لا كولور غير في هذا الباج هذا طاي 38 والثمن غير 140 درهم في عوض 250 درهم هنا البنات غادي يكون فيديو ديالنا سهلة بالنسبه للبارتي الثانيه ديال لي سول بالنسبه للناس اللي غيشوفوا اول مره لا فيديو ديالنا اترجعوا قبل باش غتلقاو البارتي الاولى ديال لا فيديو اللي فيها لي سول بدايه ديال لي سول بيان سور مازال عندنا دي كوليكسيون جداد دائما عندنا الجديد لا بوتيك كازازاز ديما كتجيب الجديد مازال غيكونوا فيديو جايين دي فيديو جداد يعني كل مره غنوريكم شنو عندنا في المحل شنو كنجيبو وبالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا لا فيديو وغادي يتسائلوا على المحل فين جا كاين في شارع الداخله ديال الاناره حيت كاين شارع الداخله اخر في سباته بيان سور لتحت غادي نخلي لكم لادريس كامله في صندوق الوصف مع لوكاليزاسيون والنيميرو التليفون دونك كاينه خدمه توصيل داخل كازا وخارج كازا حتى هي يعني جميع مدن المغرب فيهم خدمه توصيل حتى لباب الدار بالنسبه للناس ديال كازا كاين حتى انه امكانيه ديال انه تقدروا تقيسوا يعني بوسيبيليتي ديال لي سياج كيتسناكم ليفغور في الدار حتى كتقيسوا المهم خليونا لي كومونتير ديالكم شنو تبغيو تشوفوا في الفيديو الجاي خليو الاراء ديالكم كيفاش جاوكم لي سولد ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بسلامه